الفتح الرباطي الذي كان سبق لتسجيل بواسطه عبد السلام بن جلون في حدود الدقيقه الرابعه. فريق الجيش الملكي سيتمكن من تعديل الكفه بواسطه مصطفى العلاوي في مواجهه كانت قويه بين الفريقين. فريق الجيش الملكي سيحصل على ضربه جزاء سيترجمها الى هدف مصطفى العلاوي، بالتالي الهدف الثاني لفائده فريق الجيش الملكي. فريق الفتح الرباطي سيتمكن من تعديل الكفه بهذه الطريقه. هدف جميل لهشام العروي. عبد السلام بن جلون سيعود لتسجيل الهدف الثالث لفائده فريق الفتح الرباطي في مباراه مثيره والتي شهدت اهدافا جميله. يونس حمال سيتمكن من تعديل الكفه لفائده فريق الجيش الملكي، وبالتالي تنتهي المباراه بالتعادل الايجابي. ثلاث اهداف لمثل ما تعادل اعطى البطاقه بالنسبه للفتح الرباطي اللي تمكن، نذكر انه فاز خلال مباراه الذهاب بهدف لا شيء، هدف ياسين كردي اللي كان ضد المرمى.